ابو بدر الشعب مستاء من اللي يقراه في بعض الصحف وتصريحات بعض المسؤولين بمس جيب المواطن. شعب؟ اي الشعب. الشعب البطران ما ايش يبي الشعب؟ الشعب يبيكم تحافظون على امواله وعدم العبث فيها يا ابو بدر. ايش يبي الشعب؟ الشعب ما يبي فلوسنا تروح حق ياسر ومشعل ويملينون على ظهرنا. والشعب مديون وكل يوم ينباق صندوق. الشعب من خلال نوابه من خلال مجلس الامه ولا قرص صندوق. بعض النواب ولا همهم الا مصالحهم واخر همهم الشعب يا ابو بدر. الشعب هالشبي الشعب شبي. الشعب يبي يا ابو بدر. قروض قاعد يعطونا بيوت قاعد يبنون لهم. المواطن يدفع القرض لين ما يموت و20 سنه ينطر البيت وفي ناس جره قلم يملك 10 شاليهات ومزارع كبر المناطق. مواطن منيه مدعمه كهرباء ماي بسعر رمزي. البلد ما تبي اعمار بطون تبي اعمار عقول. تشتمون تشتمون. لا يوصلون الشعب بان المسروق ينفى ويسجن والسارق مسرور. اي والله اي والله.